الحلقة الأخيرة حكينا عن الموديل أو الإيكوفلنت سيركت تبعت الترانسفورمر، نرسمها مرة ثانية. عندي هون في دي وداخل عندي هون اي بي، عندي هون الريزستنس تبعت البرايمري والرياكتنس أو الليكج رياكتنس جي اكس تي. بعدين عندنا الكور لوسز، الريزستنس كور لوسز اللي هي هيستريسيس وايش؟ والادي كارنت جمعناها كلها سميناها ار سي. بعدين عندي ماجنتايزيشن كارنت اكس ام او جي اكس ام 90 درجه، وهذا سبيس مع الفولتج. يعني هذا الكارنت هون راح يكون، الكارنت المر هون راح يكون تقريبا 90 درجه اوت اوف فيز مع دي بي لاقي، والكارنت اللي بمر في الريزستور راح يكون ان فيز تقريبا طبعا مع احتمال اللي هون. هي جزء البرايمري، هي جزء الكور. بعدين عندي هون هذا راح يكون عندي A سكوير R S و J A سكوير X S. هون راح يكون عندي B S، هون عندي B T، وهون عندي R S عليه. هاي الإيكوفلنت سيركت لـ A V S، ايكوفلنت سيركت للترانسفورمر. هلا لو انا معي محول بامكاني اعمل قياسات على هذا المحول بحيث اني اطلع الارقام المختلفه. ناخذ تو تيست نعمل عليها. اول تيست بخلي السكندري تبع المحول اوبن. لما هذا بيكون اوبن قديش قيمه الكرنت اي اس اللي ماشي؟ زيرو. بيكون زيرو. اذا الدائره معظمها شو ضلت عندي؟ ضل عندي هذا مع هذا. هلا شو بتتوقعوا هدول بالنسبة لهدول راح يكونوا؟ هدول كرياكتنس هذا هون، هذا راح يكون أعلى بكثير من هذا، هذا تقريبا المنطقة جدا راح يكون فيه. راح تصير الدائرة لما بعمل الأوبن سيركت تيست وبحط الريتد فولتج هون، يعني الفولتج تبع المحول، راح يكون معظم الإمبيدنس اللي بشوفها راح تكون هاي أكبر بكثير من اللي هي سيريز، مش هدول سيريز مع بعض صاروا فيه. فراح يكون من خلال الأوبن سيركت تيست، إذا هدف الأوبن سيركت تيست أول شيء شو بعمل فيه؟ open circuit test بكون السكندري اوبن نو لود. بقيس بهاي الحاله بدي وات ميتر، الوات ميتر ايش بقيس؟ باور. او خلينا نحط اول شيء ابلاي ريتد فولتج at the primary. يعني البرايمري بحط عليه الريتد فولتج هون. بعدين بنقيس نجم اي بي في بي اند كونسيومد ريل. إذا هي الثلاث خطوات اللي بعملهم في الأوبن سيركت تيست. بخلي السكندري أوبن. بحط الريتد فولتج على البرايمري من هون. ببدأ يسحب معي كرنت. بقيس في بي أنا عارفه. أنا اللي حطيته مش هيك؟ ملهاش معنى إني أقيسه. مضبوط؟ مش إحنا اللي حطينا الفي بي؟ حطينا ال بقيس الكرنت اللي بمر عندي وبقيس الكونسيومد ريل باور. هلا هون بدي افترض انه بدي اهمل بهذا الفحص، بهمل ار بي واكس بي، لانه عم بعتبر انه ار سي اكبر بكثير من ار بي واكس ام اكبر بكثير من اكس بي. يعني اسيوم ار سي اكبر بكثير من ار بي واكس ام إذا صارت الدائرة هاي الأوبن سيركت تيست راح تصير كأنها هيك. حاطط أنا هون بي تي، عم بقيس أي تي وبقيس الباور، هون عندي أر سي وهون إكس إم. شو بقدر يعني أعمل من القيم اللي بتطلع معي؟ أنتوا احكوا لي، طلعوا على الدائرة.
هاي هالدائرة هاي. أنا هون تبسيطا أهملت هدول، خليت هدول بس، لأنه أنا بعتبر إنه هاي أكبر بكثير. لما يكون عندي مقاومة مثلا 10 كيل وإن سيريز في معها 2 أوم، مش بقدر أعمل 2 أوم، أعتبر كأنها مش موجودة، كأنها مهملة. إذا تطلعوا لي على الدائرة هاي، لو أنا عندي الدائرة هاي عندي هون إندكتر بارلل مع السيستم مش إن سيريز معها، وأنا عارف الفولتج عبرهم وعارف الكرنت اللي مار فيهم كمان موجود، وقست الباور، شو اللي بقدر استنتجه؟ شو بقدر اعمل من هدول؟ كيف بقدر اطلع ار سي واكس ال؟ اول شيء هل بقدر اطلعهم؟ نعم. كيف؟ يلا احكوا لي انتم. انتم مش ماخذين سيركتس؟ ايوه. نعم. دكتور شو الار سي؟ تمام. مش اي سكوير ار. تمام. معي الار، معي الار. تمام، اذا الباور اللي بتضيع معي مين اللي عم باخذها؟ كلها. بس ار سي مش هيك؟ انا عندي مثلا في في سكوير على ار راح تساوي الباور مش هيك؟ او اي سكوير في ار راح تساوي الباور. طيب الباور، الباور هون عندي انا قست الوات ميتر، اذا عندي هون الباور انا عارفها مضبوط، اذا صارت عندي ممكن اقول انه ار سي بتساوي في تي سكوير او في 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 تي سكوير على ار سي بتساوي الباور اللي اسمها مش هيك؟ إذا مباشرة تطلع معي ار سي بتصير تساوي في بي سكوير على او مضبوط؟ إذا هي طلعت ار سي، شو كمان ممكن أطلع؟ اكس ال. كيف ممكن أطلع اكس ال؟ إيش ممكن أعمل؟ بطلع زد توتال. شوف الشوت. اي. ماشي، بطلع الإمبيدنس أوكي. وبطرح منها الجزء تبع الار. ماشي، أو ممكن أطلع الإمبيدنس، في طريقة ثانية سهلة كمان. شوف 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 توزيع بشوف الشيفت. طريقة سهلة سهلة، نعم. الشيفت اللي صار في الكرنت. الشيفت ماشي، أنت قربت، إيش في شيء سهل ممكن آخذه مباشرة؟ كوساين ثيتا. تمام، كوساين ثيتا، كيف بطلع كوساين ثيتا يا غسالة؟ في احتمال أعطيك علامة، كمل لي هاي عشان أعطيك علامة. كوساين ثيتا كويس. في كوساين ثيتا شو بيساوي؟ بشوف باور فاكتور. ايش تعريف الباور فاكتور؟ باور فاكتور على في اي. شو اسمها في اي؟ ايش بنسميها احنا بالسورس؟ لا لا، في دوت اي شو بنسميها؟ فولت امبير. فولت امبير باور. اي باور، اي باور ابارنت، ابارنت باور. اذا بضرب الباور ريل باور شو كنا نسمي الابارنت باور؟ بي وكيو واس شيك مضبوط. الباور بتساوي في ضرب اي بي بي اي بي كوساين ثيتا، وعندي الابارنت باور بتساوي في بي اي بي مش هيك؟ بس في بي اي بي كوساين ثيتا على اسمها مش هيك؟ مش هي هي الريل باور؟ اذا هاي بتساوي ريل باور، خلينا نسميها ريل باور على في بي اي بي. هذا شو بعطيني؟ بعطيني كوساين الزاويه مضبوط؟ طيب ومنها بطلع الزاويه، كيف ممكن هلا انا اكمل؟ انا عارف ار، هل بقدر اطلع جي؟ لا اطلع اكس ام؟ حولهم هلا هاي ممكن اعتبرها ادمتنس مثلا مش هيك؟ مش بقدر اخذ ادمتنس، اخذتوا الادمتنس والامبيدنس؟ اخذتوه؟ اه يعني ممكن الان اقول انه الادمتنس اللي هي واي بتساوي 1 على ار سي ناقص جي على اكس ام، وانا عارف الزاويه صار في بقى. انا عارف ار سي الادمتنس، انا عارف قيمتها مش هيك؟ مش هي في اي على في اي على في، بقدر اطلع الادمتنس من هون، عندي قيمه للادمتنس، عندي هون ار سي بقدر اطلع اكس ام، وعندي الزاويه هون كوساين. هلا بحط بالضبط، بحط بالضبط، بناخذ مثال بالضبط بنحل عليه بنقدر نطلع الاثنين هيك. شو بكون طلعنا؟ بكون طلعنا اكس ام وار سي، بس الصعوبة فيها انها ادمتنس، بس انها لانها ادمتنس مش مش امبيدنس. بس بدل ما طلعت معي الزاوية من هون بقدر مباشرة بسهولة اطلع قيمة اكس ام. هلا بنحل مثال بنشوف عليه واضح. هذا الجزء، هذا الجزء الاول اللي هو الاوبن، الاوبن سيركت تيست. طيب الشورت سيركت تيست شو بقدر اعمل؟ اذا هي الخطوات في الاوبن سيركت تيست طلعها، حكينا عن الخطوات اللي موجودة هون. الشورت سيركت تيست شو راح اعمل؟ لود شورت سيركت. نعم. اسكرها. اسكرها، بس المشكلة اذا سكرتها شو راح يصير عندي؟
هاي كرنت راح يمر هاي كرنت عادي. شو ممكن اعمل؟ كيف ممكن اعمل اسخن من هذا الهاي كرنت؟ حط لود. بس المشكلة اذا حطيت لود راح يصير في عندي هذا جزء وهذا جزء، انا بدي احاول احمل واحد منهم واخلي الثاني هو الرئيسي. حط فولتية 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 تمام. ايش؟ لعل على السوق على البرايمري. بخفف البرايمري. انت بتعرفها من الاصل ولا انا فكرت فيها؟ هلا والله جيد، والله انها جيدة بس لازم اعطيها لها. اذا احنا هون بنعمل شورت سيركت بس عشان ما يمرش كرنت عالي جدا بخفف الفولتية على هاي، بحط عادة مثلا 2، بضل ازيد الفولتج بدل من زيرو بضل ازيده شوي شوي لحد ما الكرنت هون يوصل للريتد كرنت، معناها ما راح اخرج المحول. كيف ما خرجت المحول؟ لو رحت حطيت الريتد فولتج هون وعملت شورت سيركت هون ايش راح يصير؟ راح يمر كرنت عالي جدا. حتى ما يمر كرنت عالي جدا بعمل شورت سيركت هون وببدا الفولتج من هون من زيرو، ببدا بقيمه صغيره جدا من الفولتج وشوي شوي ببدا بزيد الفولتج من هون لحد ما الكرنت اللي يمر في السكندري يكون هو الريتد كرنت، معناها الترانسفورمر مش عم يمرر غير الريتد كرنت تبعته. طيب بالحاله هاي مين راح يكون الرئيسي؟ مين راح يكون الدوميننت؟ مين راح تقريبا يكون مخفي؟ يعني كومن لما احط شورت سيركت البارلل مع اكس ام وار سي مين راح يصير مور دوميننت؟ شورت سيركت. شورت سيركت لما تذكروا لما احط اشياء بارلل مين اللي بيكون مور دوميننت؟ اللي قيمته اقل، المقاومه اقل ولا المقاومه اكثر؟ ان بارلل المقاومه الاقل اقل. لما احط اشياء ان سيريز مين اللي بيكون مور دوميننت؟ الاقل ولا الاول؟ الاقل. اوكي واضح هاي النقطه؟ هاي النقطه مهمه. اذا حطيت تو امبيدنسز ان سيريز زد 1 وزد 2 مين الاهم فيهم؟ اللي بيكون هي اللي منها بقدر اعمل حسابات الرئيسيه الاكبر ولا الاصغر؟ الاكبر. ولما بحط اثنين ان بارلل بحط امبيدنس هون ان بارلل وامبيدنس هون ان بارلل زد 1 وزد 2 مين بتكون اهم؟ زد 2 نفس الشيء الاقل قيمتها اقل. اذا لما بحط هون شورت سيركت بقدر ايش اعمل؟ بهمل هذا الجزء. شو ضل عندي؟ ضل البرايمري هون والسكندري من هون وبقدر اعمل بهم حسابات. خلينا نحطهم بالتفصيل ونفهمهم بشكل عام. اذا نرجع نفس الشيء مره ثانيه للموديل تبع الترانسبورت للموديل رح ناخذ الخطوات تبعت الشورت سيركت تيست. بالشورت سيركت تيست ستيبس شوركت سيركت تيست اول شيء نعمل ريديوس دي بي بننزل البرايمري فولتج لزيرو عشان دائما نحرقش السيستم. ابلاي شورت سيركت تو ذا سكند. هلا بدنا نحط طبعا انهي هون اول شيء حتى يقيس الكرنت اللي في السكندري بعدين نبدا نزيد انكريس دي بي انتل ار سكندري يساوي الريتد كرنت. يعني حتى يوصل اي اس القيمه اللي هو راح تمر فيه لما يكون يشتغل كانه عمال يشتغل بشكل طبيعي. عند هذيك اللحظه بنقيس في بي احنا عارفينها لانه حاطينها طبعا ميجر في بي ميجر باور فانكشن. فهون ايش كمان طلع معي؟ عندي في بي وعندي اي بي. احنا هون حتى خلينا نقيس البرايمري هذه هون انكريس في بي خلي هاي البرايمري ما بعرف هون بضل ازيد في بي حتى الكرنت اللي ماشي في اي بي بيساوي السكند. خلينا نرسم الدائره شو راح يصير شكل الدائره الان. هذا عملناه لانه في بارل معه تقريبا شورت سيركت فصار عندي بشكل رئيسي ار بي جي او خلينا نحط ايكوفلنت ار ايكوفلنت جي اكس.
هاي الشورت سيركت احنا اسمها هون في بي واسمها اي بي واسمها كمان الريل تايم. لو انا جيت على دائره زي هيك اعطيتك في بي اعطيتك اي بي واعطيتك الريل باور، هل تقدر تطلع ار ايكوفلنت واكس ايكوفلنت بنفس الطريقه؟ ممكن مثلا زي ما عملنا المره الماضيه ناخذ الريل باور وين عمالها بتروح؟ ايش اللي معروف عندي؟ اي سكوير ار راح يساوي الريل باور مباشره بطلع قوه ار. الشيء الثاني شو بطلعه الان؟ دي بي اكس اكس كيف بطلع اكس؟ كوساين ثيتا نفس الطريقه بعد كوساين ثيتا شو بتساوي؟ بتساوي ريل باور مقسوم على في بي اي بي في بي اي بي بيطلع معي الزاويه، اذا طلعت معي الزاويه بقدر اطلع اكس ايكوفلنت، واذا بدك تطلع الايكوفلنت او بتخليها اكس ايكوفلنت. يعني هلا بس طلع معي الزاويه انا عندي كوساين ثيتا بتساوي ريل باور مقسوم على في بي اي بي. كوساين ثيتا بتساوي في بي ريل باور على في بي اي بي. تطلع معي ثيتا، شيك ثيتا شو بتساوي الان؟ كوساين او ارك كوساين ريل باور على في بي اي بي، صارت معي الزاويه. تان الزاويه هو ايش؟ العلاقه بين مين ومين؟ تان الزاويه نفسها هاي. تان الزاويه بين اكس ال بين اكس ال بين اكس اكس ايكوفلنت وار ايكوفلنت، مش هيك؟ اذا تان ثيتا المفروض يساوي الان اكس ايكوفلنت على ار ايكوفلنت، بس انا ار ايكوفلنت عارفها مش هيك؟ وثيتا عارفها، مش بقدر اطلع اكس ايكوفلنت؟ فهي الطريقه هلا لازم نحل عليها